قولوا ما في السجون سرية، فين عيالنا؟ لا ما في السجون سرية، فين ودوا؟ فين باعوهم؟ يخرجوا عيالنا ويخلوا احنا نشوف عيالنا وما ما ينشش منهم أي حاجة. أين أولادنا؟ صرخة مثقلة وصوت بحة من كثرة المناشدات والبحث عن فلذة كبدها المختفي عنها لثلاث سنوات. هذه أم من عشرات الأمهات اللواتي يطالبن بالكشف عن أولادهن المخفيين في السجون السرية التابعة للإمارات. عيالنا عيال عدن، عيالنا ضاربوا عدن، عيالنا حموا الرئيس هذا الساكت الصامت، حامونه وقربوا بدحين محلهم، ضايعين، فالضايعين هم داري فينهم. في صورة من صور الخذلان الذي يرقى إلى الإدانة، ينافس بعض رجال الشرعية أدوات الإمارات في التستر على جرائم التحالف بنفي وجود السجون السرية والمخفيين المحسوبين على الشرعية ذاتها، بعد نفي نائب وزير الداخلية ناصر لخشع وجود سجون سرية في عدن من جنيف. تداولت وسائل إعلام نفياً آخر لنائب العام حارس العدالة ووكيل المجتمع في تحريك الدعاوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة، يتحول إلى ماسح لخطايا التحالف وجرائمه المثبتة بتقارير أممية حقوقية. يحاول رجال الشرعية نفي وجود سجون سرية في حين يثبت تقرير الهيئة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان وجود سجون غير قانونية ويرصد مخفيين لا يعرف مصيرهم. ذكرنا في التقرير أشار لوجود سجون تابعة أو لميليشيات تابعة لجماعات تابعة لجهات مختلفة كثيرا. التقرير أيضا أشار هناك بالفعل مخفيين في المحافظات، حاليا أكثر من 24 مخفي لا نعرف مكانه، لا نعرف حاله، لا نعرف وضعه. ردا على تصريحات النائب العام التي نفى فيها وجود سجون سرية في عدن، رابطة أمهات المختطفين نظمت وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام طالبت بسرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفيا والكشف عن مصير المخفيين قسرا. تقول الرابطة إنها ليست حريصة على إثبات وجود سجون سرية في عدن ولا العكس، رغم أن لديها معلومات مؤكدة عن وجود سجون سرية. وحملت الرابطة إدارة أمن عدن وقيادة الداخلية والحكومة والنائب العام ورئاسة الجمهورية مسؤولية استمرار الاعتقال التعسفي للعشرات والإخفاء القسري لعشرات آخرين. لم يعد المخفيون في السجون السرية في عدن وأهاليهم هدفا للإمارات وأدواتها فحسب، بل تعدى الأمر ذلك ليجدوا أنفسهم ضحايا الشرعية التي يدافعون عنها والتي تناقضت مؤسساتها ذات الصلة بالملف وانقسمت بين منكرة وجود السجون السرية وبين مقرة بها.